أبلغ ري يونغ هو وزير خارجية كوريا الشمالية الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل وصول صواريخ بيونغ يانغ للبر الأمريكي بأكمله أمراً حتمياً، بوصفه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه رجل الصواريخ. وقال ري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده أخيراً لا تبعد سوى خطوات قليلة عن البوابة النهائية لاستكمال قوتها النووية، مشيراً إلى أن عدول كوريا الشمالية عن برنامجها النووي ليس سوى أمل بعيد.